إذا كنتم تحلمون بقضاء ليلة تحت النجوم وفي أحضان الطبيعة الخلابة، هذا الفندق السويسري هو الخيار الأمثل. يتكون من سرير واحد كبير بدون جدران أو أبواب، وسقفه السماء، ويتيح لنزلائه الإقامة في الهواء الطلق. الفندق يقع فوق جبال الألب في سويسرا على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر، ويجب على من يرغب باستخدام الحمام السير لمدة 5 دقائق في أسفل الجبل. Ich glaube mit Sicherheit, weil die Corona-Realität spielt in dieses Konzept hinein. Das Zimmer ohne Wand und Dach zeigt ja auch eine regelrechte Befreiung. Also man kann sehr wahrscheinlich nirgends ein besser durchlüftetes Zimmer genießen wie diesen Sommer in der Schweiz. الفندق أقامه فنانان توأمان من سويسرا، هدفهما المزج بين تجربة التخييم ورفاهية الفنادق، وتقدر تكلفة الليلة نحو 300 دولار، تشمل المشروبات وطعام الإفطار في السرير. طاقم العمل في الفندق هو شخص واحد، وغالباً ما يكون مزارعاً في المنطقة. هل جربتم يوماً النوم في الهواء الطلق؟